السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فما زلنا مع موطأ الإمام مالك بن أنس، نقلب الصفحات، ننظر في الأبواب والفصول، نقرأ الروايات سويا لنتعلم جانبا من علم الحديث وجانب آخر من علم الفقه. فهذا الموطأ كما ذكرنا غير مرة، موطأ الإمام مالك، هو أول كتاب صنف في الحديث على أبواب الفقه، فهو عمدة هذا الفن، رضي الله عن إمام المذهب الإمام مالك بن أنس، الذي صح فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل إلى عالم فلم يجدوا أعلم من عالم المدينة المنورة. وكنا قد قرأنا في الدروس واللقاءات الماضية في موطأ الإمام مالك حتى وصلنا عند قوله: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. أقول: وبالإسناد المتصل إلى الإمام مالك رضي الله عنه إلى أن قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا قل حدثني يحيى، وهذه الرواية التي بين أيدينا هي رواية يحيى بن يحيى، فكيف يقول حدثني يحيى؟ هذه حللناها غير مرة. يقول حدثني يحيى، وهي الرواية التي بين أيدينا للموطأ رواية يحيى بن يحيى، جميل. إنما الذي يقول حدثني يحيى هو عبيد الله بن يحيى. وإذا تقول: قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الرابعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذه الرواية التي بين أيدينا هي رواية زيد بن أسلم عن سيدنا عطاء ابن يسار. الآن انتبهوا يا شباب، فأنا لن أسرد سردا كما نفعل في الصحاح وفي صحيح مسلم، وإنما نحن في موطأ مالك نقف مع الفوائد، حتى جعلنا كراسة بين يديكم أسميناها سويا كراسة الفوائد. والآن سألتقط لحضراتكم فائدة حديثية في غاية الدقة والأهمية. فائدة ماذا يا مشايخ؟ حديثية في غاية الدقة والأهمية من هذه الرواية. الآن انتبهوا، يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن من؟ عطاء ابن يسار. الأول وأول لقطة في هذه الرواية، من هو عطاء ابن يسار يا مشايخ؟ ها، من هو عطاء ابن يسار؟ عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه من التابعين، ولد في خلافة عثمان بن عفان، ومات سنة 300، مات سنة 300، وهو أخو سليمان بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار، أربعة كلهم أئمة. إذن عطاء بن يسار من إخوته؟ عبد الله بن يسار، عبد الملك بن يسار، سليمان بن يسار، ومن أيضا؟ وعبد الله بن يسار. عبد الله وعبد الملك وسليمان وعطاء، الأربعة كلهم إيش؟ أئمة رضي الله عنهم. هل كان من الأحرار العرب أم من الموالي؟ عطاء ابن يسار مولى أمنا ميمونة بنت الحارث، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. احفظوا هذا يا مشايخ، نحن الآن نتكلم عن من؟ عن عطاء ابن يسار. ولماذا أترجم لكم لعطاء ابن يسار؟ انظر في الرواية في النسخة التي بين يديك، يقول عن عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهل حضر عطاء ابن يسار رسول الله؟ لم يحضره. فكيف يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ هذا النوع من الأحاديث ماذا نسميه في علم الحديث؟ أنا سآتيكم، ليس المقطوع يا شيخ عبد الحميد، الله يكرمك، لا تستعجل، دعني أولا ننظر في ترجمة سيدنا عطاء بن يسار. الأول اتفقنا أن عطاء بن يسار هذا من الإيه؟ من الموالي، وهو من التابعين، وولد سنة أو ولد في خلافة سيدنا عثمان، وقتل أو قتله الحجاج
حيث فر مع سلة من التابعين الأئمة الأكابر منهم سعيد بن جبير وغيره، ولما قبض عليه الحجاج قتله هو وجماعة من التابعين في سنة كم؟ 300 وقيل 94، والراجح أنها سنة كم؟ 300. وهو أخو عبد الملك ابن يسار وسليمان ابن يسار وعبد الله ابن يسار رضي الله تعالى عنه، وهو مولى لأمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وكان جليل القدر واعظا قاصا، كان يجيد القصص والوعظ، وكان جليل القدر. انظر في الرواية التي بين أيديك، هو من الذي يروي عن عطاء بن يسار؟ أسمعون اسمه، زيد بن أسلم. يقول زيد بن أسلم: ما رأيت ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار، شيخه. ويقول زيد بن أسلم: كان عطاء بن يسار يحدثنا ويعظنا حتى نبكي، ثم يحدثنا ويعظنا حتى نضحك في مجلس واحد رضي الله عنه أرضاه. وكان قاصا أديبا واعظا، وروى عن جلة من الصحابة، روى عن مولاته التي كان مولاها من؟ ستنا ميمونة رضي الله عنها، وروى عن أمنا عائشة، وروى عن زيد بن ثابت، وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. روى عن من وعن من يا مشايخ؟ أسمعوني. روى عن سيدة ميمونة بنت الحارث، وروى عن من أيضا؟ ها؟ سيدة عائشة. وروى عن من أيضا؟ ها؟ زيد بن ثابت. ومات سنة كم؟ 300، مش 300. أنت يعني انتبه يا سيد الكريم، 300. 300 هذه كيف تترجمها؟ 103، الله يكرمك، يعني مع مطلع القرن الثاني الهجري، يعني عمره كان في القرن الأول. وهل حضر عطاء بن يسار رسول الله؟ لم يحضر عطاء بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من يا مشايخ؟ من الموالي أولا، ومن التابعين ثانيا. وكان قاصا عظيم القدر، أديبا، يحدث الناس بحديث رسول الله، وكان ألزم الناس بمن؟ ألزم الناس إلى بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرب من الحجاج من العراق، فقبض عليه هو وجماعة من المحدثين والتابعين، وقتلهم الحجاج مع سعيد بن جبير قبله قبله وبعده. لكن بعد أن عرفنا شيئا من ترجمة عطاء بن يسار، أخبروني، هل يصح أن نقول عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث ماذا يسمى في عرف المحدثين؟ يسمى الحديث المرسل. يسمى الحديث إيش؟ المرسل. فما هو الحديث المرسل؟ ما تعريفه عند المحدثين؟ ما تعريفه عند الفقهاء؟ ما تعريفه عند الأصوليين؟ كأنك يجب أن تعرف تعريف علم الحديث المرسل عند المحدثين، وتعرف تعريفه عند الفقهاء، وتعرف تعريف الحديث المرسل عند الأصوليين. إذن النسخة التي بين أيدينا الآن، الرواية التي أمامنا الآن، حديث متصل أم حديث مرسل؟ مرسل، لأنه ينسبه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اسمعوا يا سادة، هذه النسخة أو هذه الرواية التي بين أيدينا، وإن أرسلها مالك، لأن احنا نقرأ في كتاب الموطأ، وإن أرسلها مالك فقد جاءت موصولة عند غير مالك عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. إذن الصحابي الذي سقط في هذه الرواية من؟ أبو سعيد الخدري. وإذا هذا الحديث وإن جاء مرسلا في الموطأ فقد جاء موصولا في غير الموطأ، فعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. وإذا يا جماعة، هذا حديث مرسل أم حديث متصل؟ مرسل في الموطأ ومتصل في غير الموطأ. خلاص، حتى قالوا إذن هو حديث موصول ولا يضره أن جاء مرسلا في الموطأ الإمام مالك. حتى قال الأثرم لأحمد بن حنبل: أتذهب إلى حديث أبي سعيد الذي هو حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، أتذهب إليه؟ يعني ماذا؟ يعني أتوافق عليه؟ أتراه جيدا؟ أتذهب إلى حديث أبي سعيد؟ قال: نعم. قلت: إنهم يختلفون في إسناده. قال أحمد بن حنبل:
قال إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة منهم ابن عجرة بل ابن عجلان وعبد العزيز وابن أبي سلمة. إذن جاء ماذا يا مشايخ؟ جاء موصولا في غير الموطأ. الآن أنا ألخص هذه المعلومات التي قلناها في هذا اللقاء. الآن يا جماعة نحن في باب سماه صاحب الموطأ باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، وهذا الدرس إلى بقية هذا الباب يفهم من شقين. جيد هذا؟ الشق الأول شق حديثي، والشق الثاني شق فقهي. أما الشق الحديثي فأنت ترى بعينك في الرواية أن زيد بن أسلم روى عن عطاء بن يسار أن رسول الله، وهذا في عرف المحدثين يسمى حديثا مرسلا. لماذا؟ لأن عطاء بن يسار ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين، مات سنة 300 ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من موالي أمنا ميمونة، وروى عن جلة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم زيد بن ثابت وأمنا عائشة، وعن أبي هريرة، وكان أديبا فخما واعظا رضي الله عنه وأرضاه. خلاص، ولكن ما زلنا في الشق الحديثي أم انتقلنا إلى الشق الفقهي؟ ما زلنا في الشق الحديثي. ولكن هذه الرواية التي أمامكم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءت موصولة في غير الموطأ، وقد اعتمده أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، لأن هذه الرواية جاءت موصولة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وإذن ما دمت في هذه اللفتة الحديثية أسألكم سؤال، ما هو تعريف الحديث المرسل؟ لابد أن نعرف هذا وأن نتقنه جيدا. وكلما مر علينا شق حديثي في الموطأ وقفنا معه وقفة، فإذا جاء حديث منقطع نتكلم عن الحديث المنقطع، عن المعضل، عن الغريب، عن أنواع الحديث. جيد هذا؟ الآن نحن مع الحديث ماذا؟ ما هو تعريف الحديث المرسل عند المحدثين؟ ما هو تعريف الحديث المرسل؟ الحديث المرسل عند المحدثين هو الحديث الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، الذي قال فيه من؟ التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يسقط الصحابية من السند. يسقط من؟ لماذا سمي مرسلا؟ أرسله التابعي إلى رسول الله وأسقط من؟ أسقط الصحابي. جميل هذا؟ هذا تعريفه عند من يا مشايخ؟ ها؟ عند المحدثين. أما تعريف الحديث المرسل عند الفقهاء فكل انقطاع في الحديث في من أي وجه يسمى مرسلا. كل انقطاع تاني كل انقطاع في الحديث من أي وجه يسمى مرسلا. هذا عند من؟ إذن أراجع مرة أخرى، الحديث المرسل عند المحدثين ما هو؟ هو أن يقول الصحابي قال رسول الله مسقطا من الإسناد، هو أن يقول التابعي قال رسول الله مسقطا من الإسناد الصحابي. عند الفقهاء كل انقطاع في الحديث يسمى حديثا، سواء الذي سقط الصحابي أم التابعي أم تابع التابعي، كله في النهاية يسمى. طيب أريدكم أن تنتبهوا إلي قليلا يا شباب، كلمة مرسل ضد المقيد، قيده أو أرسله، فالحديث المتصل الإسناد رواته جميعا معروفون فهو حديث مقيد بسلسلة الرجال، مقيد تقييدا محكما بسلسلة، فإن انفكت حلقة من السلسلة كأنك أرسلته بعد تقييد. كأنك ماذا؟ أرسلته بعد، لأجل ذلك يسمونه الحديث المرسل، يعني ليس بمقيد بسلسلة الرجال المحبكة المحكومة، وإنما فيه حلقة قد سقطت. الفقهاء يقولون لا يعنينا في أي مرحلة من مراحل الإسناد هذه الحلقة التي سقطت، لأن النتيجة واحدة، أن يكون الحديث بعد أن كان مقيدا بالسلسلة أصبح مرسلا.
الآن فهمتم ما معنى الحديث المرسل والذي بين أيدينا في الموطأ؟ مرسل أم موصول من جهة أخرى؟ بل موصول من عدة جهات أخرى، رضي الله عن مولانا الإمام مالك بن أنس. إذن ما هو الحديث المرسل عند الفقهاء؟ انتبه، عند من؟ الفقهاء. ما هو؟ كل انقطاع في الحديث من أي وجه. طيب، يسمى ماذا؟ وفهمتم لماذا يسمى مرسلا؟ يعني اللفتة اللغوية في كلمة ماذا؟ مرسل، لأن الإرسال ضد ماذا يا شباب؟ ضد التقييد. بقي لنا تعريف الحديث المرسل عند الأصوليين. قال: تعريفه عند الأصوليين أن يقول الراوي الذي لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم من التابعين أو غيرهم، من التابعين أو غيرهم، قال كذا، قال رسول الله كذا وكذا. هذا ما معنى؟ معناه أنك إن وقفت على المنبر فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأنت ماذا فعلت أيها الخطيب في عرف الأصوليين؟ ماذا فعلت؟ حديث مرسل، أرسلته إلى رسول الله ولم تعتني بأي حلقة من حلقات الإسناد. إذن الأصوليون كيف ينظرون إلى الحديث المرسل؟ أن يقول أي شخص من الرواة، سواء كان من التابعين، من تابعي التابعين، الراوي الأعلى، الراوي الأدنى، الراوي المباشر، أي راوي، يقول ماذا؟ قال رسول الله، فكأنه أدخله في معنى الإرسال خارج عن معنى ماذا؟ التقييد بالإيش؟ بسلسلة الإسناد. واضح هذا الكلام؟ الآن أراجع مرة أخرى، كم تعريفا عرفناه للحديث المرسل؟ الأول عند المحدثين. ما هو الحديث المرسل عند المحدثين؟ هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله وأسقط الصحابي. طيب، ما هو الحديث المرسل عند الفقهاء؟ هو انقطاع في السند في أي جهة أو على أي وجه، ليس في أي جهة إنما على أي إيش. فما هو الحديث المرسل عند الأصوليين؟ أن يقول الراوي أيا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا مشايخ هذا المدخل الحديثي؟ ها، بهذا نكون قد انتهينا من الشق الحديثي في هذا الباب، أم بقي عندنا أمر في غاية الأهمية يجب أن نعرفه؟ في رأيي بقي شيء في غاية الدقة والأهمية، وهو ما مدى الاحتجاج، ما صحة الاحتجاج بالحديث المرسل، وهل يعد في أصناف الحديث الضعيف أم يعد في أصناف الحديث الصحيح؟ هذا سؤال في غاية الأهمية لطلبة العلم. ما هو الحديث الصحيح؟ ما تعريف الحديث الصحيح؟ الذي رواه العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، هذا هو الحديث الصحيح. فإن وجدت حديثا قال فيه التابعي قال رسول الله، فهل انطبقت عليه شروط الحديث الصحيح أم من خرم شرط من شروطه؟ ما هو الشرط الذي ضاع من شروطه؟ أسقط حلقة من الإسناد، صحيح؟ وإذا هذا يدخل في الحديث الصحيح ولا يدخل في الحديث الضعيف؟ طب الاحتجاج به مقبول أم مردود؟ ما رأيكم؟ فإن كان الاحتجاج بالحديث المرسل مردودا فكيف احتج به مالك في الموطأ وأورده مرسلا وقصر رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وغيره إنه قصر مالك فلم يذكر أنه عن عطاء بن يسار عن سعيد المسيب. الآن ما هي الأسئلة التي سأتركها تتخمر في أذهانكم إلى اللقاء القادم؟ ما واحد، اسمع معي، واحد، ما هي أنواع الحديث المرسل؟ ما هي ماذا؟ أنواع الحديث المرسل. السؤال الثاني، هل هو في قسم الحديث الصحيح أم في قسم الحديث الضعيف؟ السؤال الثالث، فإن كان في قسم الحديث الصحيح الضعيف، فإن كان في قسم الحديث الضعيف فما مدى صحة الاحتجاج به؟ وهل هناك إجماع عند المحدثين بالاحتجاج بالمرسل أم رده؟ هذا رده، وأنت الفقيه ابن حجر العسقلاني تقول رده، المحدث ابن حجر يعني لا تتسرع يا شيخ. فإذا يا جماعة هذه هي الأسئلة التي تتمم لنا بفضل الله تعالى ومنته الشق الحديثي في هذا الباب، حتى ندرك عند قراءة الموطأ في أي مكان نخطو وأي معلومات نستقي. هذه الأسئلة التي ذكرتها في آخر كلامي هي التي نلتقي على إجاباتها
لكن في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فشكرا وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.